بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 44. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الخطاب لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف لها أن الله جل وعلا يخاطبها. فقوله وكذلك، أي كما تفضلنا عليكم وشرفناكم ببعثة هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال هذا القرآن، وجعلنا قبلتكم قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي الكعبة المشرفة، مثل هذه الفضائل العظيمة التي منحها الله هذه الأمة، مثلها أن الله جعلها أمة وسطا. والوسط في اللغة، الوسط في اللغة ما كان بين طرفين، ما كان بين طرفين، هذا هو الوسط. وأما الوسط في الشرع فالمراد به العدل، الخيار. فالله جعل هذه الأمة عدولا خيارا، بما فضلهم الله به من الفضائل العظيمة، جعلهم سبحانه وتعالى عدولا جمع عدل، أي أنهم وسط بين طرفي النقيض، وسط بين الإفراط والتفريط. فهذه الأمة وسط بين اليهود والنصارى. اليهود على طرف، النصارى على طرف، وهذه الأمة في الوسط، ولله الحمد. فهم وسط في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين اليهود الذين يحقرون الأنبياء
ويؤذونهم بل ويقتلون بعضهم ويكذبونهم، كما قال الله سبحانه وتعالى لهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهم مع الأنبياء الذين يأتون بما لا يهوون ولا يوافق شهواتهم، إما أن يكذبوهم وهم أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر صريح، وإما أن يقتلوهم، فقد قتلوا عددا من الأنبياء، منهم زكريا ويحيى عليهما السلام، وحاولوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين، فرفعه من بينهم إلى السماء لم يمسه أذى. وهم قد تجمعوا وحاولوا قتله فرفعه الله من بينهم. قال الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وكذلك حاولوا عدة مرات أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتله فعصمه الله منهم. فاليهود مع الأنبياء إما أن يكذبوهم وإما أن يقتلوا من قدروا على قتله. قد كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكذبوا عيسى عليه الصلاة والسلام وجحدوا نبوتهما: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وأما النصارى فقد غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فغلوا في المسيح حتى رفعوه إلى مرتبة الربوبية والألوهية، تعالى الله عما يقولون. فهم على طرفي نقيض في الأنبياء، طرف يؤذيهم ويحتقرهم ويكذبهم ويقتل بعضهم وهم اليهود، وطرف يغلو فيهم حتى يرفعهم من مرتبة البشرية إلى مرتبة الألوهية. أما هذه الأمة ولله الحمد فإنها تؤمن بجميع النبيين والمرسلين وتؤمن بجميع الكتب. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي عيسى عليه الصلاة والسلام
هذه الأمة وسط بين اليهود والنصارى في حق عيسى، فهم يقولون إن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه عقيدة هذه الأمة في عيسى عليه الصلاة والسلام، أنه عبد الله، بخلاف ما تقوله النصارى إنه ابن الله، فهو عبد لله عز وجل، ورسوله خلافا لما تقوله اليهود تنكر رسالته عليه الصلاة والسلام. فهم وسط، هذه الأمة وسط في الأنبياء، بين تطرف اليهود والنصارى. وكذلك هذه الأمة وسط ولله الحمد في العبادة، في عبادة الله، ليس عندها غلو وتشدد كتشدد النصارى ورهبانيتهم، وليس عندها تفريط في العبادة وإهمال للعبادة كتفريط اليهود وإهمال اليهود، فهم يعبدون الله مخلصين له الدين على وفق ما جاءهم به رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم، لا رهبانية ولا تشدد في العبادة ولا إهمال وتفريط كفعل اليهود. وكذلك هذه الأمة وسط في التحليل والتحريم بين اليهود والنصارى، فاليهود يستحلون ما حرم الله، يستحلون الربا، ويستحلون كثيرا من المحارم، والنصارى يتشددون في التحريم. هذه الأمة وسط في التحليل والتحريم بين الطائفتين، يحرمون ما حرم الله ورسوله، ويحلون ما أحل الله ورسوله، وليسوا كاليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا قبل أن يمن الله عليه بالإسلام، قال: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتطيعونهم؟ قالوا: قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذه الأمة ولله الحمد تأخذ ما أحل الله لها من الطيبات، وتترك ما حرم الله عليها من الخبائث، فهي وسط في هذا الباب وفي كل شيء بين اليهود والنصارى. فلا إفراط ولا تفريط، والإفراط معناه الإهمال والترك، والتفريط والإفراط معناه الغلو والتشدد، والتفريط معناه الإهمال والترك. هذه الأمة ولله الحمد ملتزمة، ملتزمة لدينها من غير إفراط ومن غير تفريط. جعلناكم أمة وسطا،
وكما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، فأهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الله وصفاته بين المعطلة والمشبهة، بين المعطلة الذين ينفون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، وبين المشبهة الذين يغلون في إثبات الأسماء والصفات حتى يشبه الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك. فأهل السنة والجماعة في هذا الباب يمشون على قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. وكذلك هذه الأمة في باب القضاء والقدر وسط بين الجبرية الذين يقولون، الذين ينفون قدرة العبد وفعله ويقولون إنه مجبر على أفعاله، ليس له فيها إرادة ولا مشيئة، وإنما هي تفعل به من غير اختياره، وبين القدرية الذين يقولون إن العبد يستقل بإرادته ومشيئته، وليس لله إرادة ولا مشيئة في أفعال العباد، تعالى الله عما يقولون. أهل السنة والجماعة يقولون العبد له مشيئة وله إرادة، وهو يفعل باختياره فيطيع ويعصي ويفعل الواجبات باختياره ويترك المحرمات باختياره وإرادته، ولكن مشيئته وإرادته مربوطة بمشيئة الله جل وعلا وإرادته، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي قوله تعالى وما تشاءون فيه رد على الجبرية، حيث إن الله أثبت للعباد مشيئة، وفي قوله إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين يقولون إن الله ليس له مشيئة في أفعال العباد ولا إرادة، وإنما هم الذين يفعلونها مستقلين عن إرادة الله وعن مشيئته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النواصب الذين يبغضون أهل البيت وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الروافض والشيعة الذين يكفرون الصحابة ويبغضونهم ولا يتولون إلا نفرا يسيرا منهم. أهل السنة والجماعة يوالون جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأهل بيته، يحبونهم ويتولونهم ولا يسبون أحدا منهم ولا يبغضون أحدا من صحابة رسول الله ولا من أهل بيته الطاهرين المؤمنين، بل يحبونهم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم وسط في صحابة رسول الله وأهل بيته بين النواصب والروافض والشيعة الذين هم على طرفي نقيض في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته.
وكذلك هم وسط، أهل السنة والجماعة وسط في أفعال العباد بين المرجئة في مسائل الإيمان، أهل السنة والجماعة وسط في مسائل الإيمان بين المرجئة الذين يخرجون الأعمال من الإيمان ويقولون الأعمال لا تدخل في الإيمان، وبين الوعيدية والخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر التي دون الشرك، فالخوارج يكفرون العصاة الذين معصيتهم دون الشرك، والمرجئة يقولون لا، الأعمال لا تدخل في الإيمان، مهما عصى الإنسان ومهما فعل من الكبائر فإن إيمانه تام لا ينقص ولا تضره المعاصي، بينما الخوارج على العكس يقولون إن فاعل الكبيرة يكفر ولو كانت الكبيرة دون الشرك، يكفرون أهل الكبائر من هذه الأمة. أهل السنة والجماعة وسط ولله الحمد في هذا الباب، فيقولون إن الكبائر التي دون الشرك تنقص الإيمان، تنقص الإيمان نقصا ظاهرا ويأثم بها صاحبها إثما عظيما، لكن وهذا رد على المرجئة، لكنه لا يكفر بها ولا يخرج بها من الدين، هذا رد على الخوارج، فهم وسط في هذا الباب بين المرجئة الذين يتساهلون في أمر الكبائر وبين الخوارج الذين يتشددون في حكم الكبائر ويقولون إنها تخرج من الدين، نسأل الله العافية. فأهل السنة والجماعة ولله الحمد وسط في هذه الأبواب بين هذه الفرق الضالة وبين طرفي النقيض في كل مسألة منها، تحقيقا لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا، هذا تعليل لماذا جعل الله هذه الأمة وسطا أي عدلا خيارا، لأجل أن تشهد على الناس. ما معنى لتكونوا شهداء على الناس؟ هذا في يوم القيامة إذا جاءت الأمم ورسلهم، فالرسل يقولون يا ربنا قد بلغنا أممنا ولكنهم عصونا، والأمم يقولون أبدا ما بلغونا ولا جاءنا من نذير، هكذا يقول الكفرة يوم القيامة، يجحدون تبليغ الرسل لهم وإقامة الحجة عليهم ويقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول الله سبحانه وتعالى للنبيين من يشهد لكم أنكم قد بلغتم أممكم؟ فيقولون أمة محمد، فيؤتى بأمة محمد فتشهد أن الرسل قد بلغوا أممهم البلاغ المبين وأقاموا عليهم الحجة وقطعوا منهم المعذرة. فيقال لهم كيف شهدتم على الأمم السابقة وأنتم آخر الأمم؟ فيقولون يا ربنا أرسلت إلينا رسولا وأنزلت علينا كتابا وأخبرتنا بما وقع بين الأنبياء والرسل، فنحن نشهد بما أنزلته علينا من كتابك وبما أرسلته إلينا من رسولك.
هذا وبهذا يظهر فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. وكذلك يدخل في قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، يدخل في هذا في الدنيا أن الأمة إذا شهدت لشخص بالصلاح والاستقامة وشهدت له بالجنة فإنها تجب له الجنة بشهادة هذه الأمة، وإذا شهدوا على شخص بالضلال والكفر والنار فإنه تجب له النار. وذلك كما ثبت بالحديث أنه جيء بجنازة ومرت على الصحابة فأثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، وجيء بجنازة أخرى ومرت على الصحابة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال أثنيتم على الأول خيرا فوجبت له الجنة، وأثنيتم على الثاني شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فهذه الأمة لا تشهد لأحد بحسب الهوى، وإنما تشهد بالحق، فمن شهدت له بالصلاح والاستقامة وشهدت له بالجنة أوجبها الله له، ومن شهدت له بخلاف ذلك أوجب الله له ما شهدت به عليه، لأنها أمة وسط. وبهذا استدل العلماء على حجية الإجماع، فإذا أجمعت الأمة على شيء فإن إجماعهم حجة قاطعة، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا أجمعوا على شيء، قد قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجمع على ضلالة، تكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا، يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بالوسطية والصلاحية، وأن شهادتها حق يوم القيامة، ويزكيهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك يشهد الرسول على من عاند وكفر وعصى، يشهد الرسول عليه أنه قد بلغه وأنه عصى الله عز وجل بعدما بلغته الحجة من الكتاب والسنة. فالرسول شهيد على هذه الأمة يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فالأمة تشهد على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة، كما قال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال سبحانه وتعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وكما في قوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الأمة هي خير الأمم. لماذا؟ لنسبها؟ لا. للسانها؟ لا، بل لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، بهذه الصفات استحقت أن تكون خير أمة أخرجت للناس. فهذه الآية فيها فضل هذه الأمة ومكانتها بين الأمم ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا مكن الله لها في الأرض وأظهر دينها على الدين كله حتى بلغ المشارق والمغارب، وحتى حكموا الفرس والروم وجميع أمم الأرض لما كانوا قائمين على هذه الوسطية ومتمسكين بهذه الخيرية. ولكن لما حصل في الأمة الخلل وتنكر كثير منها للدين أنزل الله بها ما ترون من الذل. نحن مسلمون، فلماذا يتغلب الكفار علينا؟ لماذا يتغلب اليهود على المسلمين في فلسطين ويغتصبون البلاد المقدسة والمسجد الأقصى؟ لماذا ونحن مسلمون وهم كفار؟ يستغربون هذا، ولكن لا يحاسبون أنفسهم وينظرون في خللهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لما عصى بعضهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله بهم النكبة في وقعة أحد. قال الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قال الله تعالى: قل هو من عند أنفسكم. أنتم السبب، أنتم السبب. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظم الجيش في وقعة أحد، نظم الجيش وجعل جماعة من الرماة على جبل خلف ظهور المسلمين ليحموا ظهور المسلمين. فلما دارت المعركة بين المسلمين والكفار انتصر المسلمون في أول المعركة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم في الأمر من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وذلك أن الرماة الذين على الجبل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. فلما رأوا المسلمين انتصروا وصاروا يجمعون المغانم قالوا: ننزل، يظنون أن المعركة انتهت، قالوا: ننزل ونساعد إخواننا على جمع الغنائم. فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا؟ لكنهم نزلوا وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك دار الكفار من وراء الجبل ووجدوه خاليا، وانقضوا على المسلمين من خلف ظهورهم، فوقع المسلمون بين الكفار من الخلف ومن الأمام، ودارت المعركة من جديد، واستشهد من المسلمين 70 شهيدا من خيارهم، وشج النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم،
ووقع في حفرة، كل ذلك بسبب هذه المعصية التي حصلت من بعض أصحابه، وهي مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ما عندنا من المخالفات الآن ونقول لماذا لا ننتصر على اليهود؟ ننتصر على اليهود بالكلام، لا ننتصر على اليهود إلا بالإيمان والتوحيد والتمسك بهذه الوسطية التي اختارها الله لنا. أليس كثير من المسلمين لا يصلون، يتركون الصلاة عمدا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. كثير من المسلمين لا يصلون، يتركون الصلاة عمدا والعياذ بالله. كثير من المسلمين يأكلون الربا، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يأكلون الربا ويتعاملون به جهارا نهارا، والله جل وعلا يقول: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كثير من المسلمين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أين هذه الأشياء الثلاثة من كثير من المسلمين؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كثير من المسلمين تركوا، عطلوا الزكاة ولا يخرجونها من أموالهم. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسلمين؟ ونقول لماذا لا ننتصر على اليهود؟ لماذا يتغلب اليهود علينا؟ كثير من حكام المسلمين يحكمون بغير ما أنزل الله، وقد قال الله تعالى: وما لم يحكم أئمتهم، قال صلى الله عليه وسلم: وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. قال الله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الطوام في المسلمين اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون: لماذا لا ننتصر على اليهود؟ المسلمون إذا أصابتهم مصيبة رجعوا إلى الله وتابوا إلى الله، والمسلمون اليوم تصيبهم المصائب، قليل منهم من يرجع إلى الله ويتوب إلى الله، بل يستمرون على ما هم عليه، بل يستنجدون بدول الكفر. المسلمون إذا اعتدى عليهم كافر راحوا يستنجدون بالكفار وبمجلس الأمم وبالأمم المتحدة وإلى حقوق الإنسان، ما يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبون إليه ويراجعون أنفسهم ويعدلوا من أخطائهم، لا، بل يلجأون إلى أعدائهم إلى الكفار. شكوى المريض أو شكوى الجريح إلى شكوى الجريح إلى النسور والرخم،
الجريح إذا اشتكى إلى النسور أو إلى الرخم، النسور تفرح تبي تأكله، والرخم اللي هي الحدى تفرح بالجريح من أجل أن تأكله، تأكل جسمه. المسلمون يشتكون إلى النسور وإلى الرخم، إلى الأعداء، إلى الكفار، إلى هيئة الأمم، إلى الأمم المتحدة، إلى حقوق الإنسان، إلى الدول الكافرة، يطلبون منهم النصر. يا سبحان الله، تطلبون النصر من أعدائكم؟ هم الذين دبروا هذه الأمور، هم الذين غرسوا اليهود في فلسطين وأمدوهم بالسلاح ودافعوا عنهم، وأنتم تشكون اليهود عليهم؟ أين واقع المسلمين اليوم؟ والله جل وعلا يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنه لا يرجع للمسلمين عزهم ونصرهم إلا إذا نصروا دينهم ونصروا كتابهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بهذا الشرط، من ينصره يعني ينصر دينه، من ينصره يعني ينصر دينه. إن تنصروا الله يعني تنصروا دينه، وإلا فالله عز وجل عزيز قوي لا يحتاج إلى من ينصره. لكن معنى إن تنصروا الله أي تنصروا دينه وترجعوا إلى شريعتكم وإلى اتباع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي استقبال بيت المقدس في أول الإسلام، لماذا شرعه الله سبحانه ثم حول المسلمين إلى الكعبة؟ لماذا؟ لأجل الابتلاء والامتحان، ليظهر المؤمن الصادق في إيمانه الذي يتبع ما أمر الله به، سواء وجهه الله إلى بيت المقدس أو وجهه إلى الكعبة أو وجهه إلى المشرق أو المغرب، فهو يمتثل أمر الله، هذا هو المؤمن، ولا يعترض على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حصل من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه من المسلمين، صلوا إلى الكعبة، باقي المساجد ما علموا بذلك، فبقوا يصلون إلى بيت المقدس ولم يعلموا أن القبلة قد حولت، فأحرموا بالصلاة إلى بيت المقدس، صلاة العصر في مسجد قباء، لأنه ما بلغهم الخبر. ثم جاءهم رجل وهم في الصلاة فقال: أشهد بالله لقد حولت القبلة إلى الكعبة. فداروا وهم في الصلاة إلى الكعبة، داروا وهم في صلاتهم إلى الكعبة، لأنهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى، ولم يقولوا لماذا، لماذا تحول، لما يسألون، لا، هم عباد يتبعون أمر الله سبحانه وتعالى ولا يعترضون، إلا لنعلم من يتبع الرسول. هؤلاء يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المنافقين صاروا يتساءلون لماذا، واليهود أيضا صاروا يشمتون بالمسلمين ويقولون: نبيكم صار متحيرا لا يدري وين يستقبل، تارة يستقبل بيت المقدس تارة يستقبل الكعبة، هذا معناه متحير. المشركون يقولون أنه سيرجع إلى دين آبائه، لأنه توجه إلى الكعبة في مكة وسيرجع إلى دينها المكة، هكذا قالت هذه الطوائف من المنافقين ومن اليهود ومن المشركين. فتبين المؤمن الصادق
من المنافق، بل إن قوما من ضعاف الإيمان ارتدوا عن الإسلام تأثرا بمقالة اليهود إن نبيكم ليس على حق، ولو كان على حق ما ترك القبلة التي كان يصلي إليها، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال الله سبحانه وتعالى: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالأمر مبني على المتابعة، وليس الأمر مبني على المشرق أو المغرب، فنحن نتبع ما أمرنا الله به. قال الله لنا: توجهوا إلى بيت المقدس، توجهنا، ثم قال لنا: توجهوا إلى الكعبة، فقلنا سمعا وطاعة وامتثلنا وتوجهنا إلى الكعبة. أما الإنسان الذي عنده ريب وشك، أو الإنسان الشامت الذي يريد يلتمس العيوب للمسلمين، فإنه هو الذي يشكك في هذه الأمور. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأمر يدور على الشرع، فنحن نتبع ما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا نعترض على الله سبحانه وتعالى، إلا لنعلم من يتبع الرسول. لنعلم الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، يعلم الغيب والشهادة. فما معنى قوله لنعلم؟ المراد لنعلم علم ظهور ووقوع. فالله لا يعذب ولا يثيب على علمه بالغيب، وإنما يثيب أو يعذب على أفعال العباد إذا ظهرت، فيثيب المؤمنين ويعاقب الكفار إذا ظهر منهم العمل. إلا لنعلم، أي ليظهر المطيع من العاصي، فيعلم الله من يطيعه ويعلم من يعصيه بأفعالهم حينما يؤمرون وينهون. أما علم الغيب فإن الله سبحانه وتعالى عالم به قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. لكن المراد لنعلم هذا علم خاص، وهو علم الظهور المترتب على أعمال العباد من طاعة أو معصية. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني يرتد عن دين الإسلام، لأن فيه ناس ارتدوا وقالوا لو كان محمد على حق ما تحول من بيت المقدس إلى الكعبة، فعند ذلك ارتدوا والعياذ بالله، ارتدوا عن دينه. ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إن كانت هذه الحادثة وهي التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة لكبيرة، هي عظيمة على الناس وعلى النفوس، تحملها وقبولها كبير على النفوس، النفوس التي ليس فيها إيمان أو النفوس التي فيها إيمان ضعيف، فإن هذه الحادثة كبيرة عليهم. لكن المؤمنون هذه الحادثة سهلة عليهم جدا، لأنهم تبع أوامر الله وأوامر رسوله، ولهذا قال إلا على الذين هدى الله، فإنها عليهم يسيرة، لأنهم يدورون مع أمر الله أينما دار ولا يعترضون. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ثم قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، تأسف ناس على
الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا على ذلك قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة، تأسفوا عليهم ولا يدرون ماذا يكون حالهم. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانك، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنها بأمر الله قبل أن تنسخ، هي بأمر الله وهي طاعة وإيمان، والله جل وعلا لا يضيع إيمان عباده بل يحفظه لهم. فهذا تطمين للصحابة الذين تأسفوا على موتاهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. الله جل وعلا قال لهم: إن موتاكم على حق وعلى إيمان، لأنهم حين صلوا إلى بيت المقدس فإن صلاتهم صحيحة قبل النسخ وهم على حق، لأنهم استقبلوا بيت المقدس بأمر الله سبحانه وتعالى ولم ينسخ ذلك في حياتهم، فهم على حق ماتوا عليه. وفي هذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن الأعمال من الإيمان ردا على المرجئة، لأن الله سمى الصلاة إيمانا والصلاة عمل، فدل على أن العمل داخل في الإيمان وليس العمل خارجا عن حقيقة الإيمان كما تقوله المرجئة أهل الضلال. فهذا من أوضح الأدلة لأهل السنة والجماعة في الرد على المرجئة والحمد لله. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ذكر صفتين من صفاته سبحانه وهي الرأفة والرحمة بعباده، وإذا كان رؤوفا رحيما وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها فإنه لا يضيع أعمال عباده المؤمنين، بل إنه سبحانه يضاعفها لهم أضعافا كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقال سبحانه وتعالى: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلا يليق بالرؤوف الرحيم أن يضيع صلاة عباده المؤمنين الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة. أما من بقي يصلي إلى بيت المقدس بعد التحويل فإنه يكون كافرا. من بقي يصلي إلى بيت المقدس ولم يقبل التوجه إلى الكعبة فإنه يكون كافرا بالله عز وجل، وصلاته وجميع أعماله باطلة، لأنه يجب العمل بالناسخ وترك المنسوخ. هذا دين المسلمين وهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذه آية عظيمة فيها الخير الكثير لهذه الأمة، وأيضا فيها التنبيه البليغ لهذه الأمة أن تتساهل في أمر دينها أو أن تتكاسل عن أمر دينها، فإنها إنما حازت هذه الوسطية وهذه الخيرية إنما حازتها بالتمسك بدين الله عز وجل والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. أما إذا حصل منها خلل في دين الله وحصل منها تفرق عن دين الله فإنها تصاب بالنكبات، ولا يرتفع عنها البأس إلا إذا رجعت إلى دينها وتمسكت به تمسكا صحيحا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم
وسائر المسلمين للتمسك بدينه. آمين. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. آمين. وأن يثبتنا عليه إلى يوم أن نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. آمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان. آمين. وزينه في قلوبنا. آمين. وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. آمين. واجعلنا من الراشدين. آمين. اللهم اهد ضال المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين إلى الحق. آمين. وثبت مطيعهم. آمين. يا رب العالمين. آمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. اللهم أصلح إمامنا. آمين. اللهم اهده صراطك المستقيم. آمين. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك واخذل به أعداءك. آمين. اللهم أصلح بطانته. آمين. اللهم أصلح جلساءه ومستشاريه. آمين. اللهم أبعد عنه وعن إخوانه وأعوانه بطانة السوء. آمين. والمفسدين. آمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه. آمين. واردد كيده في نحره. آمين. واكفنا شره إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. آمين. يا رب العالمين. آمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم في كل مكان. آمين. واكفهم شر شرارهم. آمين. يا رب العالمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما هي الركعات الأربع التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم بعد الزوال؟ هل هي أربع ركعات قبل الظهر أم غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة. هذه الرواتب، رواتب الظهر. الظهر لها راتبة قبلها وراتبة بعدها. أقل راتبة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها، هذا الأقل. والأكثر أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر، هذا هو الأكمل. ولا يكون ذلك إلا بعد دخول الوقت، دخول وقت الظهر. نعم. ما حكم نتف الحاجبين بالنسبة للرجل؟ لا يجوز، لا يجوز نتف الحاجبين بالنسبة للرجل ولا للمرأة. ولماذا الرجل ينتف حاجبيه؟ هل يريد التشويه كما حلق لحيته، يريد أنه يحلق حاجبيه أيضا؟ إن بعض الناس قد يزين له الشيطان، يزين له القبيح ويحسنه في نظره. لا تستبعد أن يزين الشيطان للرجال حلق حواجبهم،
كما زين لهم حلق لحاهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هل إذا كان عمل الشخص يكون فيه خدمة للتقي والفاجر، وقمت بخدمة الشخص الفاجر بما يرضي الله تعالى من مراعاة عملي، ثم قام هذا الشخص المعروف بفجوره بالدعاء لي، هل يستجاب دعاؤه؟ إذا كان مسلما لم يخرج من الإيمان إنه يستجاب دعاؤه، ولو كان فاسقا استجاب دعاء المؤمن. نعم. يقول: ما هو الأفضل في سنة الفجر، يصليها الشخص في بيته ثم يذهب إلى المسجد، أم يذهب إلى المسجد مبكرا ويصليها فيه؟ يخير، الأحسن أن يصلي الراتبة في بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء إلى المسجد والوقت متقدم ويريد أن يجلس فإنه يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد ثم يجلس. نعم. هل الدخان ناقض للوضوء؟ الدخان ليس ناقضا للوضوء، لأن نواقض الوضوء معروفة ليس منها الدخان، لكنه محرم ومعصية، حتى ولو لم ينقض الوضوء فإنه معصية وفيه إثم عظيم لأنه محرم. نعم.